لقيت هنا مكان جامد جدا في وسط النيل، فندق على النيل جراند نايل تاور، موجود في وسط النيل. بتدخل جواه منتهى الشياكة، وبيبقى المنظر على النيل زي ما انتوا شايفين، وبتقعد في احسن كافيه. جراند نايل تاور هتطلعوا دور السادس وتطلعوا دور تاني على السلم. الموضوع جامد جدا، السينما ب60 جنيه سينما ب60 جنيه بجد وجامده جدا. ده غير القعده اللي على الكافيه اللي بره، انت ممكن تقعد بتاخد حاجات من اول 25 جنيه، كل الفشار ده ب45، والتشيز كيك ب50 جنيه. اسعار جامده، ده غير المنظر طبعا على النيل، وكانك قاعد بجد جوه النيل بتشوف المنظر. وساعه الغروب بيبقى الموضوع جامد جدا. كان نفسي استنى شويه كمان علشان اشوف الغروب، بس كان ورايا حاجه احلى هوريها لكم الفيديو الجاي.